اليوم مرحبتو بيا واش مرحبتو بيا ولا لا؟ الجمهور الرباطي الحمد لله جمهور رائع، جمهور تاع الكرة والجمهور تاع لي فيستيفال، تيغنوا معايا وشرفوني بهذه الحرارة اللي عطاو وهذه الطاقة اللي عطاوني، وحتى انا الحمد لله راه دوكا رباطي معاهم وبحال درنا واحد لا فيزيون، كنا بحال ولينا غير واحد الحمد لله. سبب استقرارك في الرباط؟ استقرار في الرباط كي قلت ضروري، جاني بحال شي حاجه ناتشوريل طبيعيه، حيت الرباط مدينه مطوره فيها الثقافه وفيها الراحه، وماشي ما فيهاش داك ستريس اللي كاين في المدن الاخرين بحال باريس ومدريد، وتحياتي للناس كازا، وحتى كازا فيها شويه الزحام وداك الشيء، مي الرباط شويه فيها واحد الكالم اللي حنا الفنانات نقلبوا على داك الكالم بعض المرات، ولقيته في هاد المدينه الحمد لله. داك الشيء اللي وقع بهاد الاغنيه تاع زرزور، مي سي با زعما عجبت الناس، ما عندي ما ندير الاغنيه إذا تنطلقها كسوسوا نيكستخي ولا أغنية كاملة ما تتبقاش ديالتي، تتبقى ديال الجمهور، تتولي ديال الجمهور، وأنا داكشي علاش مديور. الجديد إن شاء الله واحد الألبوم اللي سميتو صحارى اللي جاي قريب إن شاء الله، ومنه هاد الأغنية، فيها هاد الأغنية تاع زرزور وديك 12 الليل في المكانة، وواحد الانفلونس تاع المغرب، وتنهضر على البلاد وتنهضر عليا وعلى الحب وعلى بزاف الحوايج. فرحت بزاف، شرف كبير، حيت الشباب المغربي فهم الاغنيه كما انا بنخرجها، والحمد لله ماشي غير الشباب، كاين الدراري الصغار والعائلات ولي فامي، ودرت واحد بوم في هذا الصيف، ما كنتش معول عليها حيت على باز درتها غير هكاك، جات صدفة.